مترشحه صارت واحد الوحكه الصحيه مفاجئه، قررنا معها ان نستدعيوا الاسعاف لنقلها للمستعجلات. كانت كتحس بواحد الم في البطن، وبالتالي حنا غادي نشوفوا شنو الحاله ديالها، استدعينا الاسره ديالها وبناء عليه غادي نشوفوا شنو غادي. فبالتالي هي كما قلت يعني كانت حسات بواحد الم صعيب في البطن ديالها، هو اللي استدعى نقلها للمستعجلات. وشكرا. عندها الحق في دورة استدراكية اللي غادي تمر نهار 22-23 اكتوبر، فقط كي خصها تدي بشهادة طبية تثبت العجز ديالها، ومن حقها انها تجتاز هذه الدورة الاستدراكية.